اتجهتي للموضوع بالدراسة الأول ولا الموضوع بدأ إزاي؟ لا، هو ما ابتداش بالدراسة، ابتدى بان انا كنت بدور افهم ايه قصص ان في طرق تانية للعلاج في الدنيا. انا كده كده واخدة الدواء الطبيعي بتاع العلاج الغربي، هنقول دواء الروماتويد. لكن دايما اقول المريض بيبقى عايز اي حل، وطبعا موجوع، لان انا ما اقدرش اخد اي عدد من المسكنات، هو الدواء معاه مسكنات عشان الاوجاع بس، ولا بعرف انام. وكنت يعني كان حلمي في الدنيا النوم، يعني كنت بقعد اعيط في السرير يا رب انام، وادعي يا ربنا انام، بس انام ان شاء الله، انام تلت ساعه بس، الوجع بيصحيني ومش مفتوح لي افضل اخد مسكنات باي عدد. وكده كده ادويه الروماتويد كانت بتجيب لي غمامان نفس وبتهري الكبد، فانا كنت تعبانه معاها اصلا، وكانت اوريدي في مشكله. دكتور الكبد يبعت الروشته لدكتور الروماتويد يقول له من فضلك لازم نقلل عشان هي كبد بتبوظ منها كده، والتاني يبعت له دواء يقول له. فانا بقراهم الاثنين، طب وبعدين اخرتكم ايه؟ فالحاجات دي خلتني الجأ ادور هو في حل تاني، ما هو انت المحتاج بيدور وغير. فابتديت ادخل وتبص، وبعدين بالصدفه طلع لي الاي اف تي زي اي حد بيعمل جوجلينج، وابتديت بقى الرحله التعجب لمده 6 7 شهور، اللي هو انا مبرقه بجد، مبرقه في البتاع، بيعملوا ايه وازاي بيحل. يعني شفت واحده شالت صداع، واحده شالت وجع كتفها، واحد مش عارف، وانا اعمل زيهم؟ وبعدين ابتديت اعمل بقى على نفسي، يعني يمكن ما خدتش ايام، بس ابتديت اقول طب ما هي بتعمل صداع، طب ما انا اقول بلاش صداع، اقول الوجع اللي في ايدي، الوجع اللي في ايدي، الالم اللي في ايدي، وابتدي اعمل ده وابتدى يروح. فابتديت اشيل من على نفسي حاجات كتير، وبعدين فهمت ان انا برضو الحاجات النفسيه اللي انا بمر بيها صعبان عليا نفسي، مش عارفه اقوم، قافله مكتبي، طبعا كان مكتب استشارات ماليه، كل حاجه حياتك بتتغير، كنتش بعرف اسوق لانه اذا رقبتي ما بتلفش، ما انت حياتك متغيره، وصعبان عليكي نفسك جدا ان انا ما اقدرش افتح كريم، ما اقدرش افتح الميه الصبح، ما اقدرش اقشر خياره، ما هو ايديا كلها عامله كده، ومش قادره اعمل الحاجات اللي انا عايزه اعملها، مش قادره امضي، اروح البنك يقولوا لي يا مدام انت بتمضي غريب، كل حاجه عماله تحصل وانت مش فاهمه. وبعدين ما فيش حد بيديكي امل انه احسن، لان الدكتور اصلا قايل لي احنا بنحاول، ما معناه بالانجلش مينتينيو، هنحاول كده يعني نخليكي تمشي، بنحاول تو مينتين، نظبطك على اللي انت فيه قد فترات قد ما نقدر، لكن ما فيش امل ان في تحسن. المرض ملوش علاج اصلا، روماتويد زي امراض كتير، واكتر الناس بيروحوا من وحش لاوحش. فطبعا مسكت في اللي عمال يريحني ده.